سي مولاي الامنين، انتم اليوم كاتب العام ديال الشبيبه ديال التجمعيه، بغيتك تعطيني ارتسامات اوليه. بدايه كنشكر الجميع اللي شرفونا في هذا الحفل البهيج اللي تاسيس الشبيبه التجمعيه. هذه لحظه تاريخيه لمدينه خريبكة. تاسيس الشبيبه التجمعيه جاء من اجل خلق واحد الفضاء بديل لجميع الشباب الراغبين في العمل السياسي. احنا مستعدين لتقديم وتوفير جميع الظروف الملائمه من اجل اعاده الثقه للشباب في العمل السياسي من خلال برامج تكوينيه تعمل على تطوير قدراتهم وكفاءاتهم، وسنكون عند حسن ظن الجميع ان شاء الله. المكتب السياسي وان الحزب بصفه عامه انهم تنتظروا منكم تكونوا انتم قاطره للعمل الحزبي. صحيح. واش كاين المؤشرات واش كاين الشروط؟ طبعا كاين المؤشرات. المؤشر الاول هو انخراط واحد النخبه من الشباب مدينه خريبكة، وحنا باقي ما عندناش على الشبيبه، انخرط واحد المجموعه من النخب الاطر ورؤساء جمعيات شبه التجمعيه، وكلهم حماس وكلهم ثقه على اعطاء الاضافه واعطاء البديل كما قلت للشباب مدينه خريبكة في المستقبل باذن الله. اذا انت متفائل؟ طبعا جد متفائل. اذا تشكرت سي مونير. شكرا.